في البداية لا بد أن أشكر لمؤسسة العلماء والعلماء هذه المبادرة الإقليمية التي جاءت أقول في وقتها لجعلي أشعر قويا بأهمية الضغط الذي يعيشه. إن هذه المؤسسة مؤسسة على رحمة الله التي غادرتنا رئيستها زوجة المرحوم رحمة الله نجاة بوزي في الفترة الأخيرة، كما غادرنا أحد مؤسسيها الكبار عبد الرحيم الشرقاوي. فأريد بهذه المناسبة أن أحيي هذه الشخصيتان البارزتان في بناء هذه المؤسسة الهامة التي تخوض بدور هائل كميدان ومجال فكري مفتوح لحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى للمغرب، سواء في عمقه الإفريقي أو في وجوده العربي أو في علاقته مع أوروبا. كما أن هذه المؤسسة فتحت مجالا للحوار حول قضايا المجتمع المغربي، وهي قضايا شائكة وقائمة وربما تصل لمدة إلى أن تجد حلولا صحيحة للمسار الديمقراطي وحلول صحيحة لبناء مجتمع العدالة والتنمية والتطور والحضارة. بطبيعة الحال أريد بهذه المناسبة أن أؤكد شيئاً مرضاً في الفترة الأخيرة، وهي أن السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية لا تسير في اتجاه ما نادت للمغرب من علاقة أخوية وعلاقات جديدة تبنى بين الجيران على أساس الاحترام والتعاون والتجاوز المشاكل. مع الأسف لاحظت أن الحكومة الجزائرية تسير في اتجاه خطير ربما على المنطقة، وما القرار الذي اتخذته بتخليها عن أي سلطة في مدينة تيدو وإعطاء الحركة الانفصالية كل السلطات في هذه المدينة والمناطق المجاورة لها، وبالتالي جعل احتمال تصعيد في المنطقة لا يخدم في النهاية لا مصلحة المغرب ولا مصلحة الجزائر. وهذا بطبيعة الحال جعلني كذلك أتأكد منه بسبب الجولة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية برفقة الحكومة الجنوب أفريقية الآن في إفريقيا، وهي حركة تستمر كذلك على المستوى العالمي، وهذا لا يجب بموقف جديد إيجابي في المنطقة، وهذا احتمال يجعل مخاطر حروب جارية في المنطقة لا يمكن أن يستثنيها الإنسان من احتمالات التي تليها. وبطبيعة الحال بالنسبة لهذه القضية أعتقد على أنه يجب أن يكون المغاربة مجندون وحديدين ومعبرون، لأن القضية الصحراوية لن تنتهي رغم أنها انتهت في المنطقة وانتهت باسترجاع المغرب بالساق الحمراء والذهب وبروز إرادة في المنطقة الصحراوية
للاندماج بالوطن الأول، لكن غدا تظهر العلاقات المقبلة لا تنبئ كما أراد المغرب بانفتاحه وبخطابه المعتاد اتجاه الجزائر ودعوتها لبناء علاقة جديدة، أن هذا الخطاب لا يجد صدى مع الأسف عند الحكومة الجزائرية. وبالطبع أن تخلي السلطات الحكومة الجزائرية عن أي سلطة في منطقة تيلف ليس مسألة إيجابية على المنطقة، لأنها تشجع حركة انفصالية على أن تجعل من هذه المدينة قاعدة حرب ضد المغرب وربما ضد المنطقة كلها وشعل الحرب فيها بما فيها منطقة مالي والمناطق المجاورة لهذه الأقاليم. أيها السادة والسيدات، بطبع الحال مؤسسة عبد الرحمن النووي تلعب دورا أساسيا في القضايا كما قلت، سواء بالنسبة للمسار الديمقراطي الذي يحتاج إلى نقاش وحوار مستمر داخل الشعب المغربي لبناء حركة الحريات العامة بناء صحيحا وترسيخها في المجتمع، وكذلك لإعطاء المسار الديمقراطي وعدا جديدا ومسارا جديدا يكفل فيه المغرب لبناء الديمقراطية كما يريدها دولة ديمقراطية حقيقة لصالح المجتمع كله ولصالح التطور والتقدم للمغاربة جميعا. أريد في هذه المناسبة كذلك أن أحيي مؤسسة عبد الرحمن النووي التي جعلت كما قلت من المؤسسة ميدانا وميدانا واسعا للحوار الفكري، سواء الحوار بالنسبة للمغرب في بعده العربي وعمقه الإفريقي وعلاقته بأوروبا، أو فيما يخص المجتمع المغربي الذي يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى تعبئة لأبنائه حتى نصبح بالفعل مجتمعا حضاريا متقدما متطورا ديمقراطيا يكون مجال فيه لأبناء الشعب المغربي وبناته أن يعيشوا في بلد يتمنى الجميع أن يعيش فيه. وبالطبع أن هذه التظاهرة حقيقة أثرت في تأثيرا كبيرا، لأن مبادرة مؤسسة الله المغرب هي مبادرة جعلتني أشعر بفخر بانتمائي لهذا الوطن، وجعلتني أشعر وأفتخر بانتمائي لهذا البلد وبانتمائي لهذا الشعب الكريم الذي يريد له حرية أكثر ومجال أكثر لممارسة الديمقراطية في بلادنا. سيداتي سادتي، أشكر مجددا مؤسسة عبد الرحمن النووي، وأريد فقط هنا أن أشير باقتدار إلى الشخصيات التي غادرتنا من المؤسسة. رئيسة المؤسسة نجاة غوزي جودة المرحوم عبد الرحيم النووي غادرتنا في الفترة الأخيرة، كما غادرنا عبد الرحيم الشرقاوي صديق ورفيق عبد الرحيم النووي وأحد مؤسسي المؤسسة وأحد بناة المؤسسة مؤسسة عبد الرحيم النووي الثقافية والفكرية. وبالطبع لا يمكن إلا أحيي هذه المرأة التي لعبت دورا أساسيا خصوصا بعد وفاة زوجها، هي داخل المؤسسة التي كانت مجالا خاصا
ووحيدا لربما فريدا في المغرب لمناقشه كل الافكار وكل الطروحات داخل البلاد وقضايا العمق التي تهم الشعب المغربي. شكرا للمؤسسه، وبطبيعه الحال اوجه نداء لهذه المناسبه لدعم هذه المؤسسه الثمره في بناء دورها الحضاري، دورها الحضاري المتمثل في شخصية اسمها عبد الرحيم وربي الذي لا يمكن أن ينسى أحد ما أعطاه لبلاده وما كيف تصرف ككائن سياسي وكزعيم سياسي في توجه نحو المصلحة، مصلحة الشعب المغربي، مصلحة الوطن المغرب، ومصلحة الجماهير الشعبية واعطائها الأولوية سواء في علاقته داخل الشعب أو في علاقته مع الحاكم. شكرا للمؤسسة وجدا من أقوى من المتابعين.